مسا مسا عليكم يا احلى ناس في الدنيا. نصلي على النبي زي ما تعودنا في اول الفيديو بتاعنا، وننزل نعمل لايك للفيديو، نعمل سبسكرايب في الشانل، ونفعل زر الاشعارات ليه؟ عشان يوصل لنا نوتيفيكيشن باي فيديو انا بنزله. النهارده هنعمل وصفه سهله ولذيذه ومش بتاخد وقت خالص. معايا ربع صدور فراخ مقطعه شرايح، ومعايا بصلتين مقطعين شرايح، وفلفل رومي شرايح، وفصين توم، ونص ليمونه، والبهارات ورق لورا وملح وفلفل اسمر وشطه وبابريكا. نشيله بقى الحاجات دي كده من هنا، نجيب الطاسه القمر بتاعتنا، هنحطها على النار وننزل فيها بحبه زيت ومعلقه زبده. عملتوا لايك؟ ما عملتوش؟ انزلوا اعملوا وطلعوا تاني. يلا مستنيكم. الو كده، اتنزلت بقى بالزيت ومعلقه زبده معلقه كبير، وهاخد صدور الفراخ اللي معايا ديت. انا عامله ربع كيلو، عامله ربع كيلو على قد فردين، احنا فردين بس، طبعا انتوا على قد العدد ده زودوا الكميه براحتكم. كده انا نزلت بالفراخ، علشان لازم النار تبقى الزيت يبقى حامي جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. هديها تشويحتين بقى لحد ما لونها يتغير معايا. قبل ما تتشوح معايا ولونها يتغير، تعالى ندخل في فقرة النصيحة. نصيحتي النهارده اكسر الروتين، غير الروتين بتاعك وحاول تعمل حاجات جديدة عشان ما تملش وما تتعبش. سواء بقى طبقها على اي حاجة في حياتك، حياتك، اكل، شرب، اي حاجة بقى في يومك. ودلوقتي بعد ما اتشوحت هنزل عليها البصلتين عشان يتبلوا مع بعض. كده خلاص كانت اتشوحت معايا ولونها اتغير، هنزل بقى بالفلفل. طبعا انا عشان بحبها حاميه برضو، كنت حاطه معاها الفلفل الرومي قرن فلفل حامي. طبعا انت لو في فلفل الوان احمر اصفر اي حاجه طبعا بتبقى حلوه جدا في الشاورما يعني. وبرده هدي البصلات للفلفل سوري تشويحه مع البصله وعلى الفراخ بالزبده والزيت القمر. هنزل بقى باربع ورقات كده لورا، بدي تشويحه معاها تدينا ريحه وطعم جميل. ممكن تحطوا كمان حبه هين، ممكن تحطوا قرفه لو انتوا بتحبوها يعني. اتشوحت معايا خلاص، هنزل عليها بفصين الثوم المتقطعين كويس او مفرومين. سوري يا جماعه لازم ناخد كله حرام هنرمي. وبعد كده نعصر نص ليمونة عليها، بتدي مزازة بقى وبتخلي الوصفة بتتبقى. وهنشوحها كده برضو، نديها تقلبتين. وبعد كده هننزل مع بعض بقى بالبهارات بتاعتنا اللي احنا كنا قايلين عليها، لو فلفل وملح وبابريكا وشطة واي بهارات. لو عندكم بهارات شاورما برضو ممكن تحطوا معلقه صغيره، ما نزودش من البهارات عشان ما تغيرناش طعم الحاجه. وهنقلبها كده برضو. وبعد كده هنحط لها نص كوبايه من الميه علشان تغلي غلوتين فيها. نوطي النار بقى يا جماعة، ونغطيها ونسيبها يعني 5 دقايق بالظبط، مش هتحتاج وقت اكتر من كده. والفراخ يا جماعة مستوية وزي الفل، مفيهاش اي حاجة. اوكي كده هنغطيها.
إيه انا قدمتها مع، هي طبعا بالعيش تبقى احلى بيما، بس انا حبيت اقدمها مع مكرونه بيضه بملح وفلفل اسمر. كده كانت خلصت معايا، وهتشوفوا بقى الصوره.